بعت رئيس الجمهورية عبد الرب المنصور هادي ببرقية ثانية إلى المشير عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية وتوليه رئاسة جمهورية مصر العربية الشقيقة. جاء فيها: يطيب لي باسمي ونيابة عن شعب الجمهورية اليمنية أن أعرب لفخامتكم عن أخلص التهاني وأصدق المشاعر القلبية بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية والثقة الكبيرة التي منحكم إياها الشعب المصري الشقيق لقيادة مسيرتي خلال الفترة القادمة. إننا لعلى ثقة بأنكم ستكونون خير نصير وداعم لقضايا أمتنا العربية من خلال موقعكم الجديد، وأنكم ستعملون على كل ما يعزز أواصر علاقات المحبة والإخاء بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. وإنها لمناسبة نؤكد فيها على خصوصية العلاقات الأخوية الحميمة والمتميزة بين بلدينا والمستمدة جذورها من الروابط التاريخية والتي تتعزز في ظل الرغبة المشتركة للدفع بها نحو آفاق أكثر تقدما بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا الشقيقين. أرجو لفخامتكم التوفيق في أداء المهام الملقاة على عاتقكم في المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح الشعب المصري الشقيق وترجمة تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار، مع خالص التمنيات لفخامتكم بموفور الصحة والسعادة وللعلاقات القائمة بين بلدينا وشعبينا دوام النماء واطراد التقدم والازدهار.